لك في الطريق. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. كويسين؟ اه. حلوين؟ اه. احنا في سنة ايه دلوقتي اللي خلاص بتشطب وبتقول باي باي؟ سنة كام؟ 23. لا مع بعض، واحد اتنين تلاتة. اسمها سنة ايه؟ 23. ورايحين سنة كام؟ 2024. واللي جوه البتاع ده بيبقى اسمه ايه؟ زيتون. طب زيتونة. ده لو سمعك وانت بتقولي زيتونة دي، ده ولد اسمه زيتون بس من غير ر اللي في الاخر دي، تمام؟ اسمه ايه؟ ماشي. هي بتحب تكلمه باللغه العربيه، ما تيجي نقول له اهلا بيك يا زيتون. سقفوا له سقف عظيم عشان يظهر. يلا صحابي. لا ادوله سقفه كمان، ادوله سقفه كمان. ازيكم يا اصحابي؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله. كويسين؟ ازيك يا يونس؟ ازيك يا زيزو، عامل ايه؟ انا مبسوط قوي اصحابي النهارده كده مصحصحين ومفوقين. بص يا زيتون، انا سالت صحابي سؤال وجاوبوني صح جدا. سالتهم احنا في سنه كام وداخلين سنه كام. أيوة. تيجي تجاوبنا انت السؤال بقى، احنا في سنه كام يا زيتون؟ 2023. لو الاجابه صح سقفوله. يبقى الاجابه صح. وداخلين سنه كام؟ 2025. معلش معلش. لا اديله ايه بصوت عالي بقى عشان هو بدأ يعك. إجابة غلط. خلاص خلاص. 2024. احنا دايما واحنا في اخر السنة كده يا استاذ زيتون، ليه دايما انا وحضرتك قاعدة مع بعض وبتبقى قاعدة لوحدنا، ما بيبقاش حد قاعد معانا، بنتكلم على الحاجات اللي انت عملتها مش تمام. مش تمام. بس انا بقى عشان صحابي بقى هم قريبين مني واصدقائي جدا بقى، قررت ان القعده دي تكون قدام الكل. بس انا يا يونس السنه دي كنت ماشي كويس قوي ومفيش ولا غلطه، مش كده يا اصحابي؟ لا. ايه ده ايه ده؟ ما هم عارفينك يا زيتون، انت مش غريب يا حبيبي، كل اللي بتعمله الناس كلها سامعاه وشايفاه. طيب بص، يعني لو عندك حاجه تثبت ان انا عملت حاجه غلط اتفضل قولها. بص يا زيتون، انا هختار لك مثلا اربع خمس مواقف. اربع حاجات غلط استحاله يا يا زيتون، دول 40 يا زيتون. طيب قول، يلا قول قول. سمعتك زي الفل، سمعتك جميلة. يلا نبدأ؟ يلا ابدأ. بص أنا هقول الموقف وتقوله غلط ولا صح، وهو بقى يدافع عن نفسه. بص أنا جايب لك إيه؟ جايب لك بص يا زيتون. يا يونس. طيب أول حاجة، زيتون هقول لكم عمل إيه وقولوا لي صح ولا غلط. زيتون كان راكب العربية مع بابا وماما وأخوه فجل وراكبين في الكنبة اللي ورا، وزيتون فتح باب العربية وهي ماشية. إيه ده؟ هو إيه اللي صح؟ صح ايه؟ تروح عنده. ينفع نفتح باب العربية وهي ماشية؟ لا. صح ولا غلط؟ لا. حصل ولا ما حصل؟ قصدي يا يونس. حصل يا زيتون ان انت عملت ده ولا لا؟ انا بصراحة كنت بلعب في الاكرة بتاعت الباب، وبابا ما كانش قافل اللوك كويس. ايوه. فالباب اتفتح غصب عني. معترف انك غلطان ولا مش معترف؟ بصراحة أنا معترف يا أصحابي. طالما اعترف ادوله سقف. كلها حاجات بسيطة يا أصحابي. حاجات بسيطة. تاني موقف. تاني موقف. زيتون خلى صاحبه معاه في الفصل وقال له يا معصعص يا إيه يا خلة السنان يا رفيع أنت يا اللي لو حد نفخ فيك تتقسم نصين. ده اسمه إيه بقى يا أصحابي اللي زيتون عمله؟ بسام. اسمه ايه؟ تنمر. انا وعدتك يا يونس ان انا هبطل تنمر، انا هعتذر له، ما تزعلش يا شيكو. زيتون بقى الحاجات الحلوه اللي بيعملها، بيساعد صحابه، سقفوا له سقفه كويسه. لما حد من صحابه بيبقى ناسي حاجه من ادواته المدرسيه ويقول له يا زيتون معاك قلم زياده، معاك حاجه زياده، يقول له اتفضل. ايوه. سقفوا له. لازم اساعد اصحابي، مش انتوا بتساعدوا اصحابكم يا اصحابي؟
اشترناس. زيتون لما بيروح عند جده ريحان بيقول له لو عاوزني اساعدك في الزرع واسقي معاك الزرع، وبيساعد جده ريحان. يستاهل سقفه طبعا، جده لازم اساعده. مش لاقي حاجه تانية يا زيتون. اغنيه غناها قبل كده كتير، انا بقول له الله جميله قوي الاغنيه دي يا جده. صح كده على طول يعني، مش بكسفه يعني. طيب يا زيتون انا مش لاقي مواقف حلوه تانية ليك الحمد لله، بس كويس. واحنا كده خلصنا سنه 2023، وعايزين بقى نقول يا رب تكون السنه الجديده سنه حلوه لمصر كلها، ونقول كلنا مع بعض تحيه مصر بصوت عالي. تحيه مصر. وهتختم لنا باغنيه ايه يا زيزو بقى؟ غني بقى. غني. يلا نغني. غني. حاضر. انا اسمي زيتون. يلا سقفول. اشطر ولد في الكون، مش بتشقى ولا بتعب مامتي، بصحى من نومي بدري علشان بنام من بدري، موضب حاجتي على طول مجهز نفسي، شقيقي شاطر اسمه زيتون. يا زيتون اشطر ولد في الكون. برافو. شكرا يا اصحابي، كل سنه وانتم طيبين. كانوا بيقولوا كل سنه.